مسابقات وجوائز اتحاد الفلاسفة العرب. منذ نشأته وخلال سنوات قليلة جداً، طرح اتحاد الفلاسفة العرب العديد من البرامج والأنشطة التي تهدف إلى الارتقاء بالدرس الفلسفي العربي فهماً وممارسة، ومحاولة تصحيح الصورة المغلوطة والسائدة حول الفلسفة، سواء لدى بعض المشتغلين في الحقل لفلسفي أو المتلقي العام. ويمكن تبويب هذه الأعمال على النحو التالي: واشد لقاءات فكرية حوارية. 2. الملتقى العربي الأول لمناقشة منزلة الفلسفة في التعليم الثانوي، لقاء الأساتذة. 3. الملتقى العربي الثاني لمناقشة منزلة الفلسفة في التعليم الثانوي، لقاء التلاميذ. 4. الملتقى العربي الثالث لمناقشة منزلة الفلسفة في الجامعات العربية، لقاء الأساتذة. 5. مؤتمرات دولية: المؤتمر الأول، الفلسفة للأطفال، والمؤتمر الثاني، السينما والفلسفة. 6. مبادرة تبسيط وتعميم الفلسفة، يلا نتفلسف. 7. محتوى مرئي موجه للأطفال، على قناة الفيلسوف الصغير. وجميع هذه الأعمال موثقة على قناة الاتحاد على يوتيوب. إيماناً من اتحاد الفلاسفة العربي بضرورة تشجيع البحث الفلسفي من جهة، وحث العقل الجمعي على المطالعة، ونظراً لارتفاع وتيرة التفاهة التي تحاصرنا في فضاءاتنا، يطرح الاتحاد برنامج مسابقات وجوائز تباعاً. هذه هي المسابقة الأولى، وهي موجهة إلى الجميع، لمتابعة ما طرحه الاتحاد عبر مسيرته القصيرة، ويكون الاشتراك في المسابقة على النحو التالي: الإفادة بأفضل حلقة أو موضوع مداخلة فيما يخص المؤتمرات، تحديد نقاط القوة في العمل الذي يرشحه المتسابق، رؤية المتسابق حول تفعيل وترسيخ تلك النقاط. جوائز المسابقة: المرتبة الأولى جائزة نقدية بقيمة $30، المرتبة الثانية جائزة نقدية بقيمة $20، حصول الفائزين على شهادة تقدير بالإضافة إلى بطاقة عضوية مجانية لمدة عام كامل. توضيحات ضرورية: تم تقسيم وتبويب أعمال الاتحاد على القناة، وبالتالي على كل متسابق متابعة ذلك إما من خلال قوائم التشغيل على القناة أو زيارة صفحة الفيديوهات على القناة، إذ أن الصفحة الرئيسية لا يظهر عليها كافة الأعمال المنشورة. للمشاركة في المسابقة يجب تسجيل البيانات. آخر أجل لإرسال الأعمال يوم 3/6/2023 ميلادياً.